لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. كل سنة وطيبين. حظنا حلو إن النهاردة حلقتنا في يوم خير يوم طلعت فيه الشمس، يوم عرفة، فيه تمت النعمة وأكمل هذا الدين. يوم عرفة أكتر يوم بيعتق الله فيه العباد من النار. ربنا يا رب يجعلنا منهم، أنا وكل من قال أمين. ربنا يا رب يجعلنا منهم. نستغل يا جماعة اليوم ده في الدعوات الكتير، نستغل كل لحظة وكل ثانية ونسامح بعض. يا جماعة العمر لحظة، ممكن نموت في أي وقت، نسامح بعض بحق اليوم المفترق ده، وندعي كتير كل سنة وكل أهلي وصحابي وإخواتي وحبايبي بخير. كل سنة وانت طيبة يا سهام. طيب يا أحمد، ومصر كلها والأمة الإسلامية بخير، ويا رب يتعاد علينا بصحة وبسعادة دايما يا رب. وفعلا احنا محظوظين جدا ان حلقتنا النهاردة في يوم عرفة، يوم الدعوة المستجابة. يا رب كل انسان ليه طلب عند ربنا، ليه دعوة عند ربنا، يا رب ربنا يستجيب، يفرج كرب كل المكروبين وكل المهمومين، ويشفي كل مريض. وهنستغل حلقتنا او الفرصة دي ندعي لفنانتنا الجميلة ياسمين عبد العزيز ومذيعتنا الجميلة إيمان الحصري، يا ربنا يشفيهم ويقومهم بالسلامة يا رب. ألف مليون سلام عليهم. اللهم أمين يا رب. خلونا نرحب بضيفنا النهاردة دكتور سالم العناني، رئيس مجلس إدارة شركة نيو كير للأسمدة والكيماويات. أهلا بيك يا دكتور. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك كل سنة وأنت طيب يا دكتور. كل سنة ومصر كلها بخير، كل سنة ومصر خالية من الأمراض والأوبئة وجميع المخاطر. كل سنه وكل المشاهدين بخير. يوم عرفه هو افضل ايام الدنيا على الاطلاق. يوم عرفه نتمنى ان شاء الله العام القادم ومشاهدينا الكرام نكونوا على جبل عرفات يا رب. باذن يا الله جميعا. اللهم امين يا رب. دكتور خلينا بس نعرف مشاهدينا ان احنا عملنا سلسله حلقات عن الزراعه. اتكلمنا في الاول عن الزراعه بشكل عام، وبعدين رجعنا اتكلمنا عن الاسمده والكيماويات والاستخدام الجائر ليها، واكتر الافات ضرر بالمحاصيل الزراعيه واللي هي ذبابه الفاكهه. النهارده احنا هنتكلم عن الزراعه العضويه. ايه هي الزراعه العضويه وايه مميزاتها باختصار؟ احنا عودنا كل مشاهدين ان احنا ما نتكلمش شغل اكاديمي، يعني نتكلم كده شغل عام عشان بس يبقى كل فاهم. ايوه، عشان الناس. الزراعه العضويه هي العوده الى الطبيعه، الزراعه بدون استخدام اسمده معدنيه او مبيدات مخلقه. بمد النبات بحاجات طبيعيه عشان تطلع لي ثمره بيور طازجه طبيعيه خاليه من المتفقيات المبيدات. ده التعريف العام للزراعه العضويه الاورجانيك، هو ده. لكن مميزاتها ايه؟ مميزاتها كتير. يعني حضرتك لو اتسال على مميزاتها او الفرق بينها وبين التانيه، مميزاتها كتير. زي ايه مثلا؟ اهم بص حاجه بتميزها، اول حاجه الزراعه العضويه ثمره من الناحيه الغذائيه ثمره مكتمله، ليس لديها اي متبقيات، مفيش عندنا امراض، لا فشل كلوي ولا سرطانات ولا الكلام ده كله. تاني حاجه السعر بتاعها مرتفع لو اتكلم عن الناحيه الاقتصاديه طبعا، وده يهم الفلاح برضو. تاني حاجه بتحافظ على البيئه، التربه. النهارده بحط مواد اسمده معدنيه، لا انا بحط حاجه اسمها كومبوست. الحاجه دي بتمد النبات بالغذاء وبتنشط الكائنات الحيه الدقيقه اللي في التربه، وده اهم حاجه فيها. الميه الاعماق، الميه الارتوازي او الميه اللي هي بنستخدمها في الشرب، الميه ديت لما بستخدم اسمده كيماويه بيوصل لها المتبقيات ديت، بتاثر على عليها. لا حتى الحيوانات اللي بتتغذى على نباتات مرشوشه او مبيدات او كذا كذا برضه بتاثر على اللبن بتاعها وعلى اللحوم بتاعتها. لا العضوي انقى وافضل. العضوي اللي هو زمان الدكتور كان بيقولوا كل حاجه ليها، زي الفاكهه مثلا ليها ريحه زي المانجا. صحيح. هي مصر من حد سنه 1950 كانت اورجانيك. من بدا يبقى في مصانع وبقى في اسمده وبقى في مبيدات والحاجات دي، خلاص اتحولت لكيماوي. لكن قبل فتره كانت طبعا. طيب عايزين نوعي الساده المشاهدين ان احنا هنفتح الاتصال في الفقره الثانيه، صح كده يا دكتور؟ طيب عايزين نعرف من حضرتك ايه هي البدائل العضويه بدل الاسمده والمبيدات الزراعيه؟ تمام. انا عندي شقين بدائل، سماد ومبيد. تمام. السماد بستخدم تقريبا يعني بس مثل 80% من التغذيه اللي هو الكومبوست. والكومبوست له اربع انواع او اكثر، في كومبوست نباتي، في كومبوست حيواني، في كومبوست نباتي وحيواني، في مخلفات المدينه. تمام. مخلفات عضويه. يعني ايه كومبوست يا دكتور؟
الكومبوست هو عبارة عن خليط من المنتجات الحيوانية مع منتجات نباتية مع بنديها ببعض الحاجات الطبيعية اللي بتعوض الحاجات الكيماوية وبنحطها تحت ضغط معين وننزلها للنبات. طيب حضرتك رئيس مجلس إدارة شركة نيوكير، موجود في الشركة بدائل زي حاجة زي الكومبوست مثلا؟ لا أنا ما عنديش كومبوست، لكن عندنا حاجة اسمها الوايت روتس، ده مادة أسيت نحاس والنحاس مسموح به في الزراعة العضوية. عندي الإيجينال المصايد، وطبعا ده مسموح به جدا في الزراعة العضوية لأن بصطاد الحشرات بعيدا عن الأسمدة خلاص وعن المبيدات، بصطادها في مصيدة وبعد كده إيه بتموت. طيب لكن في حاجة السماد كنت عايزة بس نوضح للناس السماد والمبيد. السماد اللي هو الحاجة العضوية صح كده؟ والمبيد كله كيميكال يعني تخليق. طيب أنا عندي سؤال كده، هو جه في ذهني بسبب التغيرات المناخية اللي موجودة يعني في العالم كله دلوقتي، هل التغير المناخي ده ممكن يأثر سواء على العضوي الزراعة العضوية أو الزراعة العادية أو الكيميكال مثلا؟ لو احنا مثلا متعودين على نوع معين من الزراعة وحصل تغير في المناخ، هل فعلا ده هيأثر هيخلينا نغير الخطة شوية؟ هو التغير المناخي عموما تغير ضار على كل انواع الزراعات. طبعا التغير المناخي النهارده انت بتعود على درجات حراره معينه فبتزرع محاصيل معينه، وفي حشرات معينه بتصيب النبات بناء على الحراره حسب المناخ والجو ده. لما بيتغير الكلام ده ودرجه الحراره ترفع جدا ده بتنشط افات جديده وبتخش افات جديده بتضر النبات. طبعا تمام. فالزراعه العضويه افضل في تغير المناخي، هي اكثر تحملا من الزراعه الكيماويه لان هي اللي متماشيه مع الطبيعه. أيوة. فلذلك يعني هي الافضل. يعني التغير اللي ممكن يحصل للمحصول ممكن نقول متوقع او اقرب للتوقع مثلا غير الكيماوي، لا اقصد التحمل بتاعه اكتر. ايوه يعني التحمل في الزراعه العضويه بيتفاجئ مثلا في الزراعه الكيماويه. لا 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 مثلا انا اقصد في الزراعه الكيماويه مثلا احنا لو حصل تغير مفاجئ في المناخ او في درجه الحراره احنا هنتفاجئ باللي بيحصل او بالتغير اللي بيحصل. صحيح. طيب لا دكتور هو معلش الزراعه العضويه بص جهاز المناعه بتاع النبات بيبقى اقوى. أيوة. حتى لو حصل تغير برضه هو بيبقى افضل من الزراعه الكيماويه. تمام. دكتور ايام زمان كنا بنشم الجوافه من بعيد، من بعيد كده بابا داخل من البيت بنعرف ان معاه جوافه. تمام. دلوقتي ما هو احنا الزراعه العضويه هي قلت لحضرتك العوده للطبيعه، العوده للريحه اللي بتتكلم عليها، العوده ان الثمره فتره تخزينها اطول، يعني النهارده بدل ما تحطها بعد يوم او اتنين تضرب او كذا، لا هتقعد فتره اطول من كده. واخد بال حضرتك الماده الغذائيه اللي جوه اكتر، يعني لو حللت ثمرة عضوية وثمرة غير عضوية، لا العضوية هتلاقي المحتوى الغذائي بتاعها أعلى وأفضل. تمام. يعني العضوية بالنسبة للمستهلك أوفر بالنسبة لدخل الناس اللي الدخل المتوسط أو أوفر بالنسبة له إنه ممكن يخزنها مدة طويلة. غير العادية بسرعة يعني. مظبوط. هي فترة التخزين بتاعها أكتر، المحتوى الغذائي أكتر، بس أظن في السعر أعلى. في السعر اعلى لو احنا حنتبقى شغالين على النظام القديم اللي هو قافلين على نفسنا ان مزرعه او مزرعه او اثنين او ثلاثه، احنا عايزين نخلي الزراعه العضويه هي مشروع دولي، مشروع عام. كله يزرع عضو سواء كان فلاح صغير سواء كان طيب. زرع كبير. هناخد الفيديو ده دكتور عقب لنا عليه تمام ونرجع نكمل اسئلتنا، يعني نشوف الفيديو ده سوا كده. ده الكومبوست، ده الخليط النباتي. تمام. والحيواني اللي هو احنا بنستخدمه بديل للاسمده بعد ما استخدم يوريا ونترات وسلفات وكلام من ده، لا بستخدم الكومبوست ده مخلفات حيوانات روث الحيواني. أيوه. مع نباتي بقطعه واجهزه واحط طبقات. تمام. ونعمله خطوط، العرض بتاعه ده 2 متر والارتفاع 160 والعرض من فوق 60 سنتي. ده شكل، يعني احنا شايفينه قدام ده الكومبوست. ده الكومبوست، ده خط كومبوست. تمام. في زي خطوط كتير لكن ده خط منهم، ده واحد منهم. ده محطوط طبقه نباتات وطبقه رأس حيوانات، طبقه وطبقه كده لحد فوق. الكومبوست ده ممكن يبقى جاف شويه، ممكن نرش عليه ميه ورطب يعني شويه. ده الكومه اللي هناك ده لسه ما اتجهزتش. ده لسه هاخدها واعمل منها ايه الخطوط ده. تمام. ده خط تحت تجهيز برضو. تمام.
تمام. دي بعد كده بنعمل له عامل التقليب، او شوف هنا برش ميه اهوت، دي ان كميه الرطوبه قلت تمام، هذا اللي حصل فيه جفاف تمام، فهنا احنا بنرش ميه عشان خاطر نرطب. أيوة. تمام. بيكون يا دكتور عايز مساحات كبيره صح عشان الاعداد ده؟ ارض مجهزه، دي ماكينه التقليب تمام، دي بتقلب الكومبوست بالماده بتاعته تمام، وبالعناصر اللي ضفتها، بضيف صخر فوسفاتي وبضيف بازلت، حاجات طبيعيه اللي هي بصنع منها الاسمده بعد كده تمام. باخد الخام الاساسي واحطه مع الايه، مع الخلط، وبقلب. ايه رايك بمكنه التقليب ده؟ هنا تمام. هنا بيشوف درجه الحراره وشوف نسبه الرطوبه تمام، بيشوف تمام. نسبه الرطوبه اللي هي لازم يكون في نسبه رطوبه معينه، شوف حضرتك شوف الرطوبه عشان نشوف هيضيف ميه ولا لا. الاصول درجه حرارته ترفع من 60 ل 70 درجه مئويه، ودي مميزات الكومبوست ان هو 60 و70 ده بتقضي على الكائنات الحيه الدقيقه، وبتقضي على الكائنات الحيه الضاره، وبتقضي على الحشائش، وبتقضي على النيماتود. دي تقطيع المخلفات اللي بتحط في الكومبوست. دي مكنه الفارم ديت بتقطع المخلفات دي، لان هي على وضعها مخلفات تقليم، مخلفات الشروز، مخلفات الذره او غيره، لازم تتقطع عشان تبقى ايه في التحليل اصلا. بياخد وقت قد ايه يا دكتور المراحل دي كلها؟ المراحل ده من 3 لـ4 شهور تمام، من البدايه من الصفر. بيكون ناضج وبقى كويس وينفع. دي نموذج لمزرعه عضويه، بسم الله ما شاء الله، يعني ما يفرقش على الكمامه، ويمكن افضل كمان. ده شكل برضو المزرعه دي في الامارات على ما اظن. ده منتج عضوي ابو ظبي يا دكتور، اورجانيك. ايوه تمام. ده كروم. الكومبوست ده يا دكتور ممكن يعني مناسب لكل المحاصيل؟ مناسب لكل المحاصيل. انا بجيب المخلفات النباتيه والمخلفات الحيوانيه واضيف المواد الاصل النباتي، وابتدي اقلب وارش ميه واقلب لحد ما توصل 60 70، خلاص كده هي كافيه ان ترضع بذور الحشائش والنباتات والكلام من دي. بعد كده في اخر شهر بقى بتبقى ريحه تربه عاديه، ما فيش الروائح النفاذه وكلام دي، انتهت. خلاص بدخله على التحليل، بطلع نسبه الكربون والنيتروجين، نسبه العناصر الصغرى والكبرى وكلام من دي، ونسبه الماده العضويه، وبعد كده بنزله للايه؟ يا أستاذ دكتور، يعني في يعني كل الفواكه مثلا تنفع تتحول لعضويه؟ كل الفواكه ولا حاجات معينه؟ فاكهه او خضار يتحول لعضويه كله، ولكن الفاكهه بتقعد حوالي 3 سنين. لان النبات كده كده اوكي، مخزن الارض. الارض تقعد 3 سنين على ما تتحول لعضويه. لو فاكهه، لو فاكهه. ليه؟ لان النبات كبير، وفي كده كده في كيماويات في الخشب بتاعه. أيوة. في الخشب بتاعه. لكن الخضار مثلا دورته 3 شهور 4 شهور. لا ده ممكن يبقى تغير سريع. لكن الفاكهه تقعد حوالي 3 سنين، بيبقى اسمه تحت العضو. نهايه فقرتنا الاولى انتهت. تمام، احنا هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل حلقتنا. استنونا ما تروحوش في اي حته. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وكل سنه وانتم طيبين برضو في يوم عرفه. دكتور، هل ارض الدلتا صالحه انها تتحول لارض زراعه عضويه؟ صالحه، بس هتاخد معنا وقت كتير. قد ايه؟ حوالي 4 أو 5 سنين. ليه؟ لان فيها عده مشاكل. هي على مدار حوالي 50 60 سنه فيها متبقيات اسمده وامونيا ومبيدات، فيها متبقيات كتير، فبتاخد وقت. تاني مشكلة عندي بتخلي الفترة تطول، المساحات متقطعة، الحيازات صغيرة، ده فدان وده 2 و3 العضوي، بيحتاج مساحة كبيرة عشان نقدر ان استخدم حاجة واحدة للكل. تالت حاجة هنا التكلفة. ايوه، الفلاح العادي لو عمل على نطاق صغير تكلفته عالية. اللي بقى لي التكلفة المساحة الكبيرة. المساحة، كل ما تكبر المساحة. انا مش هروح اجيب مكنة بكام مليون عشان اقطع شوية مخلفات ومكنة. فالمساحات الصغيرة، الحيازات الصغيرة، متبقيات كتير، التكلفة هنا. دي تلحق. احنا حابين برضه نوه ان احنا فتحنا الاتصال. في مكالمة معانا؟ لا لسه. طيب انا كنت عايزة اسأل حضرتك يا دكتور، ازاي احنا عارفين ان المنتج الاورجانيك في مصر اغلبه تصدير. صحيح. ازاي اقدر اوفر المنتج؟ ايه هي المعادلة اللي ممكن من خلالها اوفر المنتج ده في السوق المصري وبسعر مناسب، وبرضه يبقى فيه منه تصدير؟ عشان استخدم عضوي واطلع عضوي بكميات كبيره، لازم استخدم ارض بكر.
ارض صحراويه، ارض بمعنى ما اتزرعتش قبل كده. عشان لسه فريش طازه ما فيش مشكله عندي خالص، استخدم ارض بيك واستخدم الميكنه الزراعيه واستخدم المساحات الكبيره، ويبقى مشروع قوم. لما يبقى على مساحات كبيره يعني مثلا مشروع مليون ونص فدان، لو فيه 500,000 فدان عضوي خلاص. هنا القانون المصري سنه 2020 اقر قانون الزراعه العضويه. طيب بدون قطع كلامك، معانا اتصال هنشوفه ونرجع للسؤال. ونرجع نكمل سؤالنا. ايوه ناخد اتصال. الو. ايوه ازي حضرتك حاج شوقي؟ الحمد لله تمام الله يخليك. اهلا بيك يا فندم. الله يخليك. اهلا بيك. اتفضل. ممكن نكلم الدكتور؟ عندي استفسار صغير بس بالنسبه للدكتور خالد. اتفضل يا فندم. اتفضل معاك. دكتور خالد انا عايز اسال بس حضرتك استفسار صغير كده بالنسبه للسماد العضوي. تمام. الكومبوست، انا طبعا انت دكتور اتكلمت على الكومبوست، وده انا طبعا متابع حضرتك بقالي فتره بس البرامج بتاعتك يعني بسم الله ما شاء الله بنستفاد كتير من حضرتك. شكرا الله يخليك. تمام. عاوز بس استفسار صغير بالنسبه انا لو عايز نعمل سماد عندي، انت دكتور شرحت في موضوع الكومبوست بيتعمل ازاي في الشركات ده، يعتبر الشركات الكبيره. طب انا بالنسبه لي كمواطن صغير عادي يعني عندي فدان او فدان ونص فدانين بالكثير، نعمل السماد العضوي ده عندي ازاي؟ تمام تمام ماشي يا حاج. ماشي شكرا لحضرتك حاج شوقي على المداخله الجميله دي. بص يا حاج، اولا انت عشان فعلا زي ما كنا بنتكلم ان احنا عشان خاطر نحول مصر للزراعه عضويه لازم نطلع بره خالص وناخد ارض بكر ويكون معانا مكانه ويكون معانا مساحات كبيره. الفلاح الصغير عنده فدان، فدان ونص او فدانين، مش هيعرف يعمل الكلام ده. فهو في طريقه سهله جدا، تجيب الحاجه الرابسه الحيوان اللي عندك، تجيب له خلفات بتاعتك وتعملها كوبا على الارض بلودر عادي، وتضيف سوبر فوسفات او صخر فوسفاتي او كده. ده متوفر في اي مكان؟ ده سهل جدا. وحطه وتقلبه بحفار او لودر مرتين بس او ثلاثه. تمام. انت كده دخلت النبات بتاعك للتحويل للعضو. أيوة. ما عملتش عضو مع كومبوست كامل، ولكن هو انت جاهز كده كده للتحويل. فدي سهل عليك انك تعمل. وبرضه في نصيحه برضه للفلاح. ايوه. السبله اللي بتطلع من الحيوان للارض مباشره ملهاش فايده، ملهاش فايده خالص، لازم تتعالج الاول. لازم الاول البكتيريا دي نحطها تحت ضغط معين وننشطها عشان لما تنزل الارض تفيد النبات. طب هي فيها ضرر لو بشكل مباشر؟ لا ما فيهاش، بس ما بتفيدش، بتفيد الزرعه اللي بعدها زي قلتها عشان يعني ما تكون نشفت مثلا. ايوه محتاجه وقت عشان تحول لحاجه اسمها الدبال، والدبال ده لازم بكتيريا تشتغل بتكون اجسامها الاول وبعدين تبتدي تحلل. فالوقت ده كله بياخد 3 4 شهور، بيكون محصول اللي هو حاطه له اصلا ما استفادش حاجه. لكن الكومبوست احنا بنديله الفرصه ديت عشان خاطر يبقى معانا اتصال تاني. طب اوكي معانا اتصال تاني. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا فندم. اهلا بيك يا استاذ ادري. الله يخليك. عايز اكلم والله دكتور تاني لو سمحت. اتفضل استاذ ادري من البحيره. معاك يا باشا. اتفضل. الله يخليك يا دكتور تاني. اتفضل. انا سامعك. ايوه اتفضل سامعك. منور الدنيا كلها يا دكتور. الله يخليك يا رب. ده نورك يا باشا. اتفضل. ايوه اتفضل. بالنسبه للحشره الكشريه في البرتقال. بالنسبه للحشره الكشريه في البرتقال معادها رشها انت. تمام تمام ماشي يا فندم. وهل ينفع انا ارش فايده دلوقتي او فايده بور والحبايه كبيره؟ تمام تمام معاك. سامع. ايوه سامع. اتفضل اتفضل. كمل سؤال، كمل سؤال حضرتك. دي سؤال حضرتك. تمام ماشي. في سؤال تاني؟ بالنسبه يا دكتور للليمون دلوقتي. ايوه. بالنسبه للليمون دلوقتي يا دكتور. ايوه. ايوه اتفضل. الليمون بينقص دلوقتي، ينفع ان انا اصومه قبل القص بيوم او قبل القص المسافي؟ تمام ماشي. في اسئله تانية؟ لا خلاص الله يسلمك. ماشي ان شاء الله دكتور هرد لحضرتك دلوقتي حالا. هو سأل في الأول الحشرة القشرية في البرتقال. الحشرة القشرية بداية مكافحتها في شهر 6 و7 برشاب زيت معدني مع أدميرال. ده كافي جدا. زيت معدني 1% وأدميرال. تمام تمام. الفايدة كور ما ننصحش بيه قبل الحصاد. لازم ده بالنسبة لل السؤال التاني. الجزء التاني الفايدة كور أهو بتكلم على الفايدة كور. في حاجة اسمها البي اتش أي اللي هي فترة ما قبل الحصاد. وده مهمة جدا جدا للمستهلك. تمام. ان انا ما اخدش الثمره انزلها السوق الا بعد الفتره اللي مكتوبه على الليبل بتاع العلم. تمام. فالفايدة كور بعد المده بتاعته مش قبلها عشان ما اسببش ضرر. تمام. الليمون قصه وبعدين صوب.
تمام. هو كان بيتكلم عن اللي هو انا احنا مش عارف، انا مش عارفه حاجه بس لا لا هو 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 سامعني هو فاهم هو سوى فاهم تمام. ايوه زي ما الدكتور قال كده. ممكن ناخد معادله بسيطه مثلا، الفدان يحتاج من ايه قد ايه كومبوست مثلا؟ الفدان بيختلف من الخضار للفاكهه. لو فدان خضار للزهور عندنا كذا شق يعني، ولكن مثلا نحط الفدان 3 متر، المتر بيبقى حوالي 40 مقطع، فانا حوالي 120 مقطع. ماشي. ده في الايه، في السنوات السنوات الثانيه والثالثه بيقل المعدل ده عشان الارض بتعلى معايا وتكون البكتيريا النشطه اشتغلت ويكون النبات عنده ماده كويسه تحت. دكتور، هو يعني حاجه حلوه جدا ان حضرتك رئيس مجلس اداره شركه اسمده وكيماويات وبتكلمنا عن الزراعه العضويه. هل في نيو كير منتج ممكن نستخدمه للزراعه العضويه؟ احنا عندنا طبعا من ضمن اساسيات الشغل بدل المبيدات اللي احنا ما اتكلمناش عنها اللي هي المصايد. ان انا بعمل مصيده للافه، بصطاد الحشره كده كده بتموت جوه المصيده، فما برشش وما فيش مبيد. الايجينال ده ذبابه فاكهه، ده مصايد بحار وتط غذائيه ما فيهاش ولا نقطه مبيد. ده انتاج شركه نيو كير. في عندنا حاجه اسمها الوايت روتس، عفان جذور ومنشط وطارد ملوحه، ده وايت روتس ده نحاس، والنحاس مسموح به الزراعه العضويه بكل انشطتها. دول وفي حاجات ثانيه، ولكن الهيوميك، هيوميك اسيد ده بيجي كده كده مقلفات بتاعه غابات حصل تردمت وبتاع اشجار غابات تردمت على مدار السنين في الصين والحتت دي، فبتطلع بعد كده الهيوميك ده برضه ده مستورد يعني. مستورد ده هو طبيعي، ما مش مضافلوش حاجه. طيب دكتور، انت حضرتك قلت الارض البكر، الارض البكر تاخد قد ايه عشان تدينا زراعه عضويه؟ والارض الثانيه اللي كان فيها محصول تاخد قد ايه عشان تدينا زراعه عضويه؟ البكر من اول سنه تدينا زراعه عضويه. طبعا طبق الـ 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 المدخلات بتاعتك اسمده، ما تجيبهاش اسمده كيميائيه، وما ترشش مبيد، يطلع معاك اورجانيك. طبعا. طيب يعني بمعنى من كلام حضرتك ان الارض اللي بتفلح في الزراعه العضويه الارض الصحراويه، الارض البكر جدا. الارض دي هتاخد معانا وقت، هي ممكن تكون محتاجه اهتمام، بس كفايه ان هي ما فيش فيها كيماويات يعني. لا، وحاجه كمان انا عندي النهارده، في ممكن حد يسالني يقول مثلا طيب ماشي، افرضي ظهرت حشره معينه عندي في الارض، هقاومها بايه؟ في حاجات من اصل نباتي طبيعيه، زيوت زي زيوت النيم والسترونيلا وكلام من دي، الحاجات دي كلها حاجات نباتيه وبتقدر الحشره برضه. تمام. طيب انا كنت عايزه اسال حضرتك، وقتنا الوقت. طيب سؤال بسرعه، هجي السؤال حضرتك ممكن تقول لو حد مثلا حابب يزرع في البيت، ممكن تشجع زراعه العضويه في البيت، بلكونه في السطح؟ تنفع وسهله جدا على اسطح او الحدائق الخاصه او الزراعه في البيت. ممكن في حاليا الفرار تزرع على القش الرز، البلتات بتاع الرز ده ما فيهاش تربه اصلا، اذا ما فيهاش امراض خلاص. وبيئه المدينه اصلا بيئه غير نقله للحشرات، بيئه الحشرات بيئه يعني في محاصيل او في نباتات تنفع محتاجه جداً. ميه كتير عشان ما تحتاجش بعدين. من ضمن مميزات الارض المميزات الزراعيه برضو ان هي بتوفر الميه، انت عارف مشكله الميه فبتوفر ميه كميه. نتمنى ان شاء الله ان الزراعه العضويه تكون في مصر كلها وياكلها الفقير قبل الغني. عايزين احنا عايزين نوصل بمناسبه نهايه الفقره قبل ما نختم. لا أنا طبعا انا عايز اتفضل مش عايز لان هيقول حاجه. لا اتفضل يا دكتور. بنهني النادي الاهلي بحصوله على النجم العشره، وبهني كل مصر، وبهني كل وبرضه مش عاجبني حد يتكلم على شيكابالا. شيكابالا لاعب محترم وله قيمته، فاحنا افرح بالنادي بتاعك زي ما انت عايز، لكن ما تزعلش حد تاني. طبعا رياضه طيب اوكي. انا بهني كتير جدا النادي الاهلي لان انا زملكاوي. سيب لي وقت. اسفين. اسفين 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 يا شيكابالا. تمام. يكفي ان انت خدت حسنات كتير جدا، يا بختك والله العظيم. اتفضلي. انا عايزه اقول بس يعني مبروك فعلا للنادي الاهلي، وهارد لك لاي حد ما قدرش يوصل للمركز ده، وان شاء الله رياضه غالب ومغلوب. بقول لك بس على الشاشه صوره شيكابالا. أيوة. بعد اذنك صوره شيكابالا. الرياضه غالب ومغلوب يا جماعه، وعايزه ارجع للعيد واقول لكم ما تاكلوش لحمه كتير عشان كرش. صحتنا وما نتعبش، وعشان الكرش زي ما احمد بيقول كده. وفاضل حاجه صغيره جدا، انا جيت النهارده الحلقه وفي فرح صاحبتي
وما قدرتش احضر الفرح، فعايزه اقول لها الف مبروك على الهوا من مدينه الانتاج. عايزه اقول لها الف مبروك، ربنا يتمم لكم بخير. نورهان وسام، كل سنه وانتم طيبين، وانتظرونا في حلقه جديده في خطوه لقدام. احسنت.